المركز الثاني هو مركز حراسة المرمى، وانت شخصيا كنت واحد من اساطير حراسة المرمى في الكرة الألمانية، وكنت مدرب لبايرن ميونخ، مدرب حراس مرمى في بايرن ميونخ. خليني اسالك على مركز حراسة المرمى في المنتخب الألماني، وهل بترى انه في ظلم بيقع على تير شتيجن؟ طبعا احنا بنتكلم على منتخب بيملك اثنين من اهم حراس المرمى على مستوى العالم، مانويل نوير وتير شتيجن. هل بتعتقد انه في ظلم في بعض الاوقات لتير شتيجن وبسبب مشاركه نوير المستمره؟ أنا أعتقد أن نوير هو الأفضل، هو أفضل حارس مرمى في العالم. هناك ديبنسوف من إيطاليا هو يعني هو الحارس رقم اثنين. أنا بالنسبة لي نوير هو الأول، هو الأقوى في العالم كحارس مرمى، هو يمتلك كل القدرات. دعني أذكر لك، عندنا في ألمانيا نمتلك لاعبين كثيرين كحراس مرمى يمتلكون القوة والقدرة الكبرى في هذا المركز. هذا المركز لا نعاني منه، لدينا عندنا شباب كثيرين سوف يقدمون. نويا استطاع أن يمتلك كل القدرات، بالتالي يعتمد عليه كل المدربين. هذا ليس فقط في بايرن ميونخ أو المنتخب الألماني، كما نرى هو رقم واحد. هو هذا المركز، أتفق معك، هو مركز مهم، ولكن في الأعوام الأخيرة هو مركز المركز الأفضل. أوليفر كان على سبيل المثال، أمثلة كثيرة، هانز ماير، أجيال قديمة. ليس لدينا مشاكل مع حراسة المرمى في هذا المركز، ولكن كما ذكرت حضرتك لدينا مشكلة كبيرة مع المهاجم. طيب خليني بعيدا عن المراكز أخذ رأيك، دي حاجة يمكن مش مرتبطة بمركز معين، لكن طالما كان المنتخب الألماني فيه لاعب بيمثل شخصية القائد، شفنا ده بيعمله طبعا بيكنباور، شفنا ده بيعمله رومينيجي، لوثر ماتياس، مايكل بالك، حتى شفاينشتايجر كان بيقوم بنفس الدور ده، القائد اللي بيحرك الفريق داخل الملعب. مين قائد المنتخب الألماني من وجهة نظرك في بطولة اليورو؟ وإيه رأيك في قصة اعتزال توني كروس اللعب دوليا بعد انتهاء البطولة أو بعد الخروج من البطولة؟ بكل تأكيد بكل تأكيد كما ذكرت حضرتك، فريقنا الفريق الألماني لابد عليه من وجود قائد. كيميش هو قائد، أراه قائد يستطيع تحريك الفريق معه. ميلا، نويا أيضا يقومون بهذا الدور. ميلا أعتقد في هذه البطولة لم يلعب بالشكل المطلوب أو الشكل المطلوب منه أو المتوقع منه. كيميش بالنسبة لي ومانويل نويا هم قائدين، هم فعلا لاعبين جيدين جدا يستطيعون أن يقودون الفريق، ولكن أيضا لم أرى ذلك من كيميش وبعض اللاعبين الآخرين. لم يلعبوا على نفس الروح ولا نفس المستوى المتوقع منهم بكل تأكيد. بعيدا عن الحراس الألمان، مين لفت نظرك في البطولة دي من حراس المرمى يعني اللي بيشاركوا في بطولة في أي منتخب من المنتخبات؟ مانويل نويا والإيطالي، الحارس الإيطالي دوناروما. أعتقد الإيطاليون يمتلكون لاعبين جيدين، هم بالنسبة لي هم المرشحون. لم يخسروا في أكثر من 30 مباراة، لم يستقبلوا أهداف كثيرة، فهم يمتلكون حارس جيد ودفاع جيد، لاعبين جيدين رائعين يمتلكهم المنتخب الإيطالي بكل تأكيد. أعتقد في وقت ما سوف يأتي خليفة نوير عن الحارس الإيطالي بكل تأكيد. طيب، هو الخليفة لنوير. طيب خليني أطلب منك ترتب لي حراس المرمى دول من حيث القوة في الأداء من وجهة نظر توني شوماخر: مانويل نوير، نافاس، تيبو كورتوا، و جيان لويجي بوفون، حارس طبعا ايطاليا. بوفون لم يلعب مع المنتخب الايطالي هذا العام، ولكن هو حارس عظيم. بافلينو هذا حارس عظيم، هو الماني ايضا.
مع نويا. المشكلة بالنسبة لي لم يظهر في الإعلام بشكل جيد ولم يعرفه أو يظهر بشكل جيد لم يعرفه الجميع. طيب خليني أعيد صياغة السؤال بشكل تاني. مين المنافس من وجهة نظرك؟ مين اللي منافس بالنسبة لمانويل نوير؟ لأن واضح أنك أنت يعني مقتنع بشكل كبير جدا وهو طبعا يمكن يكون أفضل حارس مرمى في العالم فعلا. بس مين المنافس الرئيسي لمانويل نوير على مركز أفضل حارس مرمى في العالم؟ أريد أن تكملة للسؤال الأول، أعتذر ولكن سأفاتي لك لسؤالك الحالي. لابد علينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار ما حدث. أتمنى أن تكون تسمعني الآن. أسمعك، تفضل. أن نوير هو لعب لوحده والفريق الألماني لعب لوحده أو كان سبب في الخسارة أو لا؟ إليك الآن سؤالك مرة أخرى لو سمحت. بسألك مين المنافس، مين الاسم اللي ممكن يكون بينافس مانويل نوير على المركز رقم واحد في حراسة المرمى على مستوى العالم؟ سوف أتي وأعيد ذلك. هو الحارس دوناروما، الحارس الإيطالي، هو أفضل حارس في العالم بعد نويا، ظهر بشكل جيد. هو المرشح، هو خليفة مانويل نوير من وجهة نظري.